هذا يسأل عن حكم صلاة الجمعة في حقول البترول، في حقول البترول. صلاة الجمعة يشترط لها الاستيطان، الاستيطان في المكان، بأن تقام الجمعة في مكان مستوطن أهله فيه دائما، لا يرحلون صيفا ولا شتاء. أما إذا كان ما فيه استيطان فلا تصلوا في مكان العمل، لكن صلوا في الجوامع اللي حولكم، صلوا في الجوامع القريبة منكم. نعم. يسأل ثانيا حكم من يبيع سيارة سعرها كذا، سعرها 10,000 ريال ل13,000 ريال، ولكن يقبض الثمن بعد سنة. ما في مانع، ما في مانع بيع التأجيل بزيادة، أن تباع السلعة مؤجلة بزيادة عن ثمن الحاضر، لأن الناس ما يبيعون مؤجل إلا بزيادة، ولا مانع من ذلك.